إن العلوم على الحياة نوافذ منها يطل أفاضل النجباء ليحاوروا الجمهور في أحوالهم وليسألوا العلماء عما شاءوا طب وهندسة وتقنية وما يبني العقول ويعشق الأدباء مثل النجوم تطل في جو السماء فيشع منها في الدروب ضياء. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مرة أخرى في نافذتنا الطبية مع ضيفنا سعادة الدكتور محمد بن سالم بادغيش استشاري علم الأعصاب والعلاج الطبيعي، وحديث حول سمات طفل التوحد وطريقة التعامل معه. مرحبا دكتور. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وبقناة زاد. وطبعا هذه المواضيع فعلا من المواضيع المهمة، وهذا دور الإعلام في توعية المجتمع وتوعية الأسر بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وخاصة التوحد. شكر الله لكم دكتور تشريفكم. دعنا نبدأ في تعريف التوحد وطفل التوحد. طبعا التوحد هو اضطراب نمائي. يعني كيف اضطراب نمائي؟ انه عنده اضطرابات معينه. الطفل الطبيعي لما يولد يعني عنده مشاركات اجتماعيه، لما تتناغيه يتكلم معك، يطالع في عيونك، في كلمات معينه، سلوكيات، يحب ان احد يحضنه، يحب احد انه يعني يلعب معه. هذه هي الطفل الطبيعي. التوحد عنده اضطراب نمائي تحصله اولا انه يعني لما أنت تتكلم معه طبعاً ما يطالع فيك بصرياً، هذه واحدة. ثانياً ما يحب حد يحضنه. ثانياً يبغى يلعب لحاله منزوي، يعني ما يحب الناحية الاجتماعية يلعب مع زملاء الأطفال الآخرين أو هذا، فيكون منطوي جداً هذا الطفل التوحدي. وطبعاً الطفل التوحدي في أنواع، في نوعين، في التوحد الكلاسيكي عادي قد يصاحبه هذه اللي هو التواصل الحسي، التواصل اللغوي، التواصل الاجتماعي. ممكن يكون الطفل عنده الإدراك ضعيف جدا في الإدراك، ممكن يكون ما يتكلم يتعامل بالصور روتيني، ممكن أنه في عنده اهتزازات دائما تحصل يحرك يدينه وراسه بطريقة معينة، لما تتكلم معه ما يطالع فيك نهائي، تحصل يطالع في جهة أخرى تنادي بالاسم ما ينتبه ليك أو مثلا يستجيب لندائك. هذه كلها بالنسبة للطفل التوحد الكلاسيكي. في توحد آخر اسمه سبيرجر. سبيرجر هذا في نفس الصفات ولكنه أقل شدة من الأولاني، يكون عنده اللغة فيها موجودة، في الإدراك عنده كويس قابل للتعلم، وفي منهم متوحدين ما شاء الله تبارك الله دخلوا إلى الجامعة وتخلصوا الجامعة وتوظفوا. جميل. ولكن لا يزال عنده إيه الانعزال البسيط والناحية الاجتماعية. جميل. قبل أن نستكمل معكم أذكر السادة المشاهدين بأنه يمكنهم التواصل معنا عبر هواتف البرنامج والتي ستظهر على الشاشة تباعا بإذن الله. دكتور، متى يمكن معرفة أن طفلي من ذوي التوحد أو من أطفال التوحد؟ طبعاً الطفل التوحد تقدر تكتشفه من أقل عمره، من أقل من سنتين، من عمره سنة ممكن تكتشفه، هو صغير جداً تقدر تكتشف أن هذا عنده توحد. في خلال هذه الفترة لو تم اكتشافه مبكر معناه أن هنا تقدر أنت تحط له البرنامج وتقدر تأقلم كل المعلومات الانفورميشن اللي في دماغه وتقدر تكيفها على التكييف الصحيح. يعني عادة دكتور سنتين مثلا، ما في قبل سنتين، أقل من سنتين، ممكن من 18 شهر، ممكن من سنة يكتشفها دكتور. يكتشفها المتخصص أم ممكن الأم العادية؟ الأم اللي عندها طبعا خبرة، قد عندها أطفال قبل كده ولدت، تكون عندها خبرة، فلما تيجي تناقي الطفل ما يستجيب لها. ابتسامة، ما في ابتسامة نهائي مثلا، تضحكوا ما في، يطالع في عيونها ما في. فهذه هنا معناه نعرف انه فيه يعني مشكله للطفل من التوحد. حضن ما يقبل حضن. فمن هنا من خلال ذا انت تعرف انه في هذا الطفل فيه توحد. تبدا تروح للطبيب المختص في الطب النفسي، وهم الاجدر بالتشخيص في هذا المجال الطب النفسي، ولديهم يعني لسته
وعلامات معينة يمشوا عليها على حسب التصنيف المنظمة الأمريكية للطب النفسي في كيفية تشخيص هذه الحالة. جميل. نستأذنكم دكتور. طبعا. معنا الأخت كريمة من السعودية. السيدة كريمة من السعودية اتصال معنا. طيب، إلى أن يأتي الاتصال. دكتور، هل طفل التوحد في مستوى واحد، أطفال التوحد كلهم بمستوى واحد، أم هناك مستويات؟ طبعا هناك في مستويات، زي ما قلت لك أنه في التوحد يكون شديد، الإدراك ضعيف جدا عنده، لكن السمات فيه موجودة عندهم كاملة، التواصل الاجتماعي، مثلا ما يجلس يلعب مع الآخرين، ما يجلس يندمج في مثلا في حديث، مثلا لما يكون في مجلس مثلا يبغى يتكلم ما يبدأ هو ببداية الحديث، لما تنادي باسمه ما يدرك ذلك المعلومة، يعني ما يدركها تماما. لكن الآخر في نوع من التوحد الآخر هذا، لا، في عنده لغة الإدراك كويسة، وأيضا اللغوي اللفظي يعني اللغة عنده كويسة بيتكلم يعني، لكن جميل. بس عنده الناحية الاجتماعية، فهذا هم النوعين. نوعين فقط. نعم. جميل. لو انتقلنا إلى طريقة التعامل مع الطفل صاحب نقول مرض التوحد مثلا. نعم. كيف ترون الطريقة المثلى للتعامل معه، سواء من قبل الوالدين أو الإخوة مثلا أو المجتمع القريب؟ هو شوف، أولا نحن نعرف أن التوحد له احتياجات كثيرة، يحتاج إلى فريق تأهيل متكامل أو مرة. نحن بنتكلم عن ناحية مهنية، ليس بالطبيب لحاله الأدوية هي التي تعطي للحالة تحسن، وليس الفريق الآخر اللي هو أخصائي النطق والتخاطب عشان إنه يحسن اللغة عنده، أخصائي العلاج الطبيعي والوظيفي عشان يحسن الناحية الحركية، أو الأخصائي النفسي الذي يقوم بتعديل السلوك التي الغير مرغوب فيها، ليس هؤلاء اللي بيقوموا بتحسين الحالة ولا الأدوية الحالة. فلا بد أن اجتمعت الأدوية مع الفريق التأهيل. الأدوية إيش فائدتها؟ الأدوية فائدتها هي أنها بتقلل من السلوكيات الغير مرغوب فيها، مثلا في بعضهم بيكون إذاء للنفس بهذه نفسه، فنحن بنقلل، في عنده نشاط كثير بنقلل منها الحركة. أما الآخرين حق النطق بيبدأ يعمل له جلسات نطق تخاطب عشان يبدأ ينمي عنده اللغة، العلاج الطبيعي يبدأ الحركي، العلاج الوظيفي مثلا يعلمه كيف يأكل، كيف يشرب، كيف يلبس، كيف يستخدم الأدوات حق الأكل والشرب مثلا. النفسي، الأخصائي النفسي بيقوم بعمل برنامج على مهني بتقييم الحالة وتقييم السلوك وكيف يقوم بتعديل هذه السلوك الغير مرغوب فيها. هذا بالنسبة. أما بالنسبة للأسرة، فالأسرة لابد أنها تكون ضمن الفريق الأساسي، أن تتبع هذه البرنامج الذي يضع لهم ضمن الفريق وتكون بتطبيقه في البيت. لكن الأسرة في شيء مهم ثاني، بعض الأحيان الأسرة بتجي بتشتكي تقول لك ابني عنيد، أزهمه ما يستجيب لي، مثلا أندهله باسمه ما يستجيب وما يطالع فيه، أقول له لا تشيل الحاجة الفلانية، لا ما يستجيب لي، هذا ابني عنيد. أو مرة أول ما يجون للعيادة لأنه مش عارفين شو عنيد، هو مو عنيد، لكن الطفل هو أساسا المعرفة عنده والاستجابة ضعيفة جدا. ثانيا، أنت عشان تبغى تمنعيه مثلا من شيء خطر، مثلا عنده كاسة خوفا أنه يرميها أو يعور نفسه، ده ما تنتهي مثلا المرأة أو الأم ولا الأب يقول لا 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 ترمي، هو ما يفهم الكلام ده. لابد أن على الأب أو الأم أو الشخص ده يقوم مباشرة على الولد ويمسك بيده ويأخذ الشيء الذي قد يؤذي نفسه. إلى متى يا دكتور يعني لا يستطيع الطفل أن ينفذ مثلا بعض الأوامر أو يتجنب بعض المخاطر مثلا، إلى أي عمر؟ فهذا أول نقطة. النقطة الثانية، لابد بعض الأحيان في السن الكبير إذا تأخر في التأهيل واللغة، فتبدأ تتعامل معه بالصور. طبعا هو التوحد روتيني، مثلا لما تبغى مثلا الساعة 12 هو لازم يتغدى، ساعة مثلا واحدة لازم ينام، يعني روتيني، فأنت بتتعامل معه بالصور، لأن اللغة خلاص الآن يعني صعب جدا أنك تتعامل معه أنه يتكلم معك بالصور. فوقت المطعم تحصله أو وقت الغداء يأخذ الصورة التي تشير أنه الآن وقت غداء، مثلا وقت الحمام يأخذ الصورة أنه يبغى يروح الحمام، فتتعامل معه بالصور إذا هناك يعني لا يوجد فيه تواصل لغوي. لكن إلى متى؟ ما في الوقت المحدد انه ممكن ان هذا الحاله
توقف إلى حد ويصير طبيعي، لا يوجد هذا الكلام، ولكن نحن مع البرنامج والاستجابة، وهل الطفل تدخل مبكر بدري من عمره سنة، ولا جاء الطفل عمره 7 سنوات لسه اكتشفوا الأهل أنه عنده توحد وبعدين جابوه للطبيب المعالج أو لمركز التأهيل عشان أنه يبدأ معاه البرنامج متأخر. فده كل ما كان في سن مبكر كل ما كان كويس يعني، وأنا أرجح السن المبكر لهذه من أقل من 3 سنوات، كل ما كان مبكر كل ما كان النتاج تأتي ثمارها إن شاء الله. دكتور، هل هناك بعض مراحل الطفل التوحد يلزم أن يقيم مثلا داخل مركز متخصص لمدة 24 ساعة مثلا، أقصد يعني طيلة عمره مثلا؟ أنا بصفة عامة يعني من الناس الذي لا يؤيدون الإقامة التامة للطفل عن بعيد عن الأسرة، أنا من لأنه هذا أمر لابد أن نخلي جزء من الأسرة من تحمل المسؤوليات تجاه هذا ابنهم، هذا أولا. اثنين يعني من ناحية حتى يعني هذا مثلا أنت عندك أطفال آخرون الصباح يصحوا يتصبحوا بوالدهم يتصبحوا بأمهم وهذا مسكين عشان عنده نوع عرض يبعد بعيد عن الحنان الأم وحنان الأبوة، وعشان انه عنده مرض نبعده بعيد من العاطفه الصباحيه. طبعا الواحد تصبح بوالديه فهذا شيء لابد، فلا بد ان يكون الابن في حضن الاسره، ضروري جدا. معلش انه يروح مركز يتعالج ويرجع، لجل يعني زيه زي اخوانه الاقران الاخرين لازم نساويهم مع بعض نوع من العدل. جميل. او يمكن مثلا احضار اخصائي او اخصائيه للمنزل؟ هو ممكن، بس لكن افضل في مراكز، لأنه عشان يعمل اندماج اجتماعي مع الأقرناء الآخرين، لأنك إذا خليته لحاله في البيت ولحاله فقط بدون أن يندمج مع الآخرين، هي مشكلته إيه؟ الاندماج الاجتماعي، هو انطوائي، نحن نبغى يندمج مع الاجتماع، نبغى يلعب مع الأطفال الآخرين، هو ما يلعب مع الأطفال الآخرين. نحن نبغى ينزل يلعب مع الأطفال الآخرين، يتكلم معاهم، يبدأ يعني اندماج كامل يعني وتواصل. أطفال التوحد دكتور محمد، هل يمكن تدريسهم في المدارس العادية؟ نعم، في بعضهم إنه يندمجوا في المدارس العادية إذا كان من النوع الذي تكلمنا عنه اللي اسمه توحد سبيرت، هذا يكون عنده اللغة موجودة بيتكلم، الثاني الإدراك عنده كويس بيكون، ولكنه عنده أنماط اجتماعية بس فقط، أنه ممكن ما يكون شارك زملائه في اللعب منطوي أوكي، لكن عنده الإدراك كويس، قابل تعلم اللغة، يتكلم. جميل. لو طبقت مقاييس الذكاء مثلا على أطفال التوحد، هل غالبا تكون نتائجهم نتائج طبيعية مثلا أو أقل من أقرانهم؟ هو طبعا زي ما قلت لك، إذا كان من التوحد الكلاسيكي الشديد بيكون عنده ضعف الإدراك ما في شك، وحينعمل له يعني اختبارات، في اختبارات معينة، في اختبارات للتوحد عشان تشوف مدى قدرته، مدى درجة الذكاء عنده، مدى التواصل، مدى اللغة، لأنه الاختبارات الذكاء حوالي تشمل على الحركي الاجتماعي اللغوي المهارات الإدراكية المعرفية، ففي يعني حوالي مجموعة من الاختبارات تختبر عليها كلها كاملة وتشوف نسبة الذكاء عنده، هل في الاجتماعي أكثر، هل في اللغوي، هل في الحركي عنده، هل في فهذه كلها، وتحط لها برنامج بعدين تعمل تشيك ليست تشوف يعني تقارنه بال ما عنده من مهارات. أريد أن أفترض مثلا أني أتيت بطفلين، نعم، عمر كل واحد منهم 7 سنوات، نعم، طفل طبيعي تماما، نعم، وطفل لديه التوحد من المرحلة الذي ذكرت أظن اسمها سبيرت أو شيء سبيرت، نعم. هل يمكن أن تكون نسبة الذكاء في مقاييس الذكاء العادية الـ IQ هل يمكن أن تكون متساوية؟ لا، ما تكون متساوية. أيوه. لأنه الذكاء هو مش ليس ذكاء من ناحية معرفي ولكن ناحية اجتماعي، فأنا بشوف هل هو يشارك، هل هو يلعب مع الآخرين، هل هو يندمج مع الآخرين، هل هو يبدأ بالحديث لما يكون في مجموعة، هل هو يبدأ بالحديث مع الـ مع الـ مع الآخرين، هو ما يبدأ بالحديث مع الآخرين يعني ما يبدأ يتكلم، هو اللي يبدأ الحديث، لكن ممكن هذه الدرجة إذا كلمته بيكلمك، لكن هو يبدأ لا، فالناحية الاجتماعية بتكون أقل، فأنا بتنزل نسبة الذكاء عنده. طيب نستأذنك في اتصال معنا الأخت كريمة من السعودية، مرحبا.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أختي. معكم كريمة الداور، أخصائي نفسي، بس ممكن أسأل الدكتور بخصوص مهنته ما شاء الله في العلاج الوظيفي. سؤالك مرة أخرى. ممكن أسأل الدكتور محمد؟ تفضلي. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا دكتور؟ أهلا وسهلا، مرحبا بك، تفضلي. دكتور، هل الطفل التوحدي بحاجة لزامية إلى علاج وظيفي؟ ومتى يكون؟ طبعا هو يحتاج الطفل إلى العلاج الوظيفي. أولا في بعض الحالات التي لا تستطيع مثلا خلع الملابس، ما يستطيع يمسك الكاسة، ما يستطيع يمسك الملعقة عشان يأكل، فهذه كلها يسمونها ممارسة النشاطات الحياتية اليومية. إذا ما يعرف يسويها هذه، فأنت لابد عليك أنه تدي له العلاج الوظيفي عشان يقوم بهذه المهارات، يعلموا إياه، يدربوا على الأشياء هذه، على لبس الملابس، خلع الله يكرمك الحذاء، مسك الملعقة، مسك الكاسة، هذه الأمور دي كلها لابد أنه يتعلمها اليوم، ممارسة النشاطات الحياتية اليومية. فإذا ما عنده هذه فلابد أنه يحتاج إلى علاج وظيفي، وده يبان عند التقييم. لما تقيم الحالة هيبين عندك مسكة القلم، مسكة الكاسة، ملابس، الحاجات هذه. إذا يعرف يسويها أوكي، إذا ما يعرف يسويها إذا لابد أنه يحتاج إلى علاج وظيفي للقيام بهذه. هل فينا نحدد أو تحدد حضرتك عدد الجلسات؟ هو ما حتبين عدد الجلسات، لأنه ذا لما نعمل التقييم أبدأ أشوف إيش تفاعله معايا فيما بعد. ما أنا إلى أحد الآن اختبرته وجدت أنه يحتاج إلى علاج وظيفي، فأبدأ أنا أحط البرنامج وأبدأ أشتغل معه وأشوف مدى استجابته معايا. إلى ما يتقن المهارات هذه كلها خلاص، إذا أتقنها في 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 عدة أشهر أو أتقنها في 6 شهور أو في سنة، لا أعلم كيف قديش المدة محددة، ما في مدة محددة، لكن يعتمد على هو استجابته وتفاعله معايا، على مدى استجابته يعني. نعم، استجابته وتفاعله مع البرنامج. طيب يا دكتور، عفوا معلش، السؤال الثاني معلش، إيش ما هي أبرز السمات التي لابد أن تلاحظها الأم لتكون معرفة لها معرفة مبدئية؟ وطبعا الأم يعني مثلا إذا كانت لها خبرة بأطفال عندها قبل كده، فطبعا بتقارن ما بين الطفل الطبيعي والطفل الغير الطبيعي. الطفل هذا مثلا إذا كان عمره مثلا نفترض سنة مثلا، فأنت بتناغيه معروف، الطفل بيبتسم لك، بيضحك لك، الطفل هذا ما بيضحك ولا بيبتسم، ما بيطالع فيك وانت تكلميه أثناء ما تناغيه مثلا، ما في ابتسامة عنده، الحضن، البكاء بدون أي مسببات، فهذه أنت بتعرف أنه هنا في إيه. طبعا ما بي السنة مفروض يعني يصدر ولو حتى أصوات معينة، وما بيصدر أصوات حق كلمات معينة. أيوة نعم، جزاك أهل. الله خير. أهلا وسهلا دكتور. معنا اتصال أيضا الأخ عبيدة من سوريا. مرحبا أخ عبيدة. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ياكم الله، كيف حالكم دكتور؟ أهلا وسهلا، الله يحفظكم. عندي سؤالين، كرمكم الله. طيب، هل ما سبب هذا المرض أستاذي؟ هل لي جينات الأب أو الأم علاقة في هذا المرض؟ وهل زواج الأقارب ممكن يسبب هذا المرض؟ تمام. ذلك هل ممكن يشفى مع الأيام أيضا؟ كرمكم الله. تمام. هو طبعا إلى حد الآن كل الأبحاث التي صدرت في هذا المجال لم تحدد أولا لا دواء معين لعلاجه تماما، الشافي الشافي هو الله سبحانه وتعالى. اثنين، ما في يعني شيء محدد نقول سبب التوحد هو السبب الثاني، ولكن مع الملاحظة في خلال الدراسات السابقة إنه هناك في بعضها مثلا الوالدين زواجهم المتأخر تمام، وإنجاب الولد في سن متأخر، هذه تكون ممكن أحد الأسباب. أيضا أسباب وراثية، بعض يعني قيل لنا أسباب وراثية في الجينات بسبب الأقارب، ممكن الأم أخذت أدوية وهي حامل، أو سخونة الحصبة الألمانية، هذه كلها مسببات قد تؤدي إلى التوحد يعني، ولكن ما في السبب واضح كده، لكن من خلال الدراسات ومن خلال الملاحظات قيل ان هذه احدى المسببات. جميل. الاخ عبيدة ايضا سال في نهايه سؤاله عن هل يمكن ان يشفى مريض التوحد من هذا المرض تماما، او خلينا نقول انه يعني اذا ما في
دواء يعني محدد يجيب الشفاء؟ هذا ما في إلى حد الآن ما في دواء محدد للتوحد عشان نقول بإذن الله تعالى أنه يشفى، لكن نحن هي عبارة عن مهارات معينة، هو الآن تنقصه مهارات معينة، فالفريق بيشتغل معاه في المهارات هذه. مثلا اللغة هو تدريب مهارات فقط، ما في دواء معين بيخلي الطفل مثلا أنه يتكلم، أو ما في مثلا دواء معين أو ده بيخلي الولد يركز معاك ويصير اجتماعي، كلها تدريبات فقط. وكل ما كان صغير ممكن نتغلم على معظم المشاكل والسلوكيات هذه بقدر المستطاع ممكن. نعم. طفل التوحد دكتور، هل يعني يأتي معه أحيانا ما يسمى بفرط الحركة؟ نعم، في بعض الحالات نعم عنده فرط حركة، تحصله يلف الغرفة دائما كذا وحركات بهزاز راس، ممكن يمشي على أطراف صوابعه، تحصله مثلا حق صوابع القدم يمشي، فهذه برضه لها من الحبيب. الطبيب النفسي مثلا هل يمكن ان يصرف او عفوا ان يعني يعطي دواء كيميائيا مثلا شراب او حبوب او شيء؟ نعم، اصله هذه الحالات يحتاج لها الى فريق تاهيل والطبيب النفسي. الطبيب النفسي بيصرف أدوية اللي تقلل من عمليات السلوك التي غير مرغوب فيها، يعني بعض الأحيان مثلا تحصلوا بعض الحالات في عنده فرط حركة عالي، بعض الأحيان يرمي ده، بعض الأحيان يضرب ده، ممكن يأذي نفسه، فهذه الحاجات دي فممكن فيها أدوية معينة بتصرف بحيث تقلل من السلوكيات الغير مرغوب فيها، هذه بس فقط هي. فيما لو أعطى الطبيب مثلا أدوية كيميائية للطفل، هل لها سلبيات مثلا؟ هل يمكن أن يقال أن الطفل سوف يستمر مثلا أو يدمن مثلا على هذه الأدوية؟ هو في كثير لحم الأهل أحيانا يصرف لهم أدوية ويجي يتخوفون وما يعطي الأدوية، يقول لك لا هذه الأدوية لها مضار، هذه الأدوية تخلي دائما نايم، تخلي يعني دائما، فما يستخدمها. فبتجينا حالات كثير بعض الأحيان، طيب أنا إذا الولد بيتحرك كثير وما بيركز معي، هذا الأخصائي حق النطق أو أخصائي تعديل السلوك أو أخصائي العلاج الوظيفي الآخر، العلاج الوظيفي أو العلاج الطبيعي، أو أنا ما أقدر أشتغل معه إذا ما هو بيجلس وبيتواصل معي وبيكون حركته هادية، فكيف أنا أشتغل معه؟ إذا لازم الجانب الدوائي بحيث أنه يقلل من هذه الحركات والسلوكيات بحيث أنه يقدر يستجيب لي أنا لما أشتغل معه. فبعض الأهالي هم هو صحيح بعض الأحيان تكون الجرعة عالية شوية، مثلا تحصله طول الوقت نايم الطفل يعني، لكن هذا على الأهل ملاحظة الشيء ده يرجعوا للطبيب ويقولوا له إيش اللي ظهر على الولد، هل هو طول الوقت نايم دايخ ما يستجيب مرتخي عضلاته؟ طيب تروح للطبيب بيحاول يقلل الجرعة، بيخليه بعد فترة يشوف الملاحظات يقلل الجرعة إلى ما يوصل للجرعة التي تتناسب مع حالة الطفل بحيث أن يكون متزنة يعني. جميل. هل يمكن عمل تحاليل مثلا دم مثلا أو غيره للطفل لمعرفة مثلا مرحلة التوحد لديه، أو ليس لذلك علاقة؟ نعم ليس علاقة، ليس له علاقة التحاليل، بس تحاليل بس فقط عشان الأدوية. الأدوية نعم، عشان نشوف مدى تركيز الدواء. ما الفرق دكتور بين الطفل الذي لديه توحد أو لديه طيف توحد؟ ما الفرق بين طيف التوحد والتوحد؟ هي طبعا من هي هو التوحد، وفي طيف توحد، وفي السبيركر توحد، كل ذي توحد، لكن تختلف الشده في نسبه الادراك وناحيه اللغه بس، لكن الصفات الاخرى كلها مكتمله عندهم موجوده. الصفات الاخرى مثلا الاجتماعي انطوائي، نعم مثلا في يعني عنده ما يلعب مع الاخرين، ايوه مثلا عنده اللغة متأخرة، ايه بس في الآخر تحصله لا عنده اللغة، في موجود عنده لغة، في عنده مثلا الإدراك أحسن من الطفل التوحد الآخر، ايه فتختلف في الإدراك وفي اللغة، هذه الأشياء الأساسية اللي تختلف عنها. شكر الله لكم دكتور محمد بن سالم بادغيش، استشاري علم الأعصاب والعلاج الطبيعي، كنت ضيفا رائعا وحديث ماتع حول سمات طفل التوحد وطريقة التعامل معه. أهلا وسهلا بكم، ونتمنى إن شاء الله أن أفدنا الجميع، وبإذن الله تعالى نحن هدفنا في هذا الحوار هو توعية الأسرة والمجتمع بالتوحد عشان ما يجلس في البيت ويبقى يكبر وفيما بعد يكون صعوبة في التعامل معه في البيت. شكرا الله لك. شكرا لكم أنتم أيها المشاهدون، إلى أن نلقاكم في لقاء آخر
وحلقة جديدة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن العلوم على الحياة نوافذ منها يطل أفاضل النجباء ليحاوروا الجمهور في أحوالهم وليسألوا العلماء عما شاءوا طب وهندسة وتقنية وما يبني العقول ويعشق الأدباء مثل النجوم تطل في جو السماء فيشع منها في الدروب ضياءٌ.